السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ هي ليه اصحاب المحلات بتستغل الناس في البيع والشراء؟ ليه اروح اديله عصفور اقول له عاوز ابيع الزغاليل ديت، يقول لي اخد منك القص ب 40 جنيه واجي بعدها بساعه الزمن يقول لي ايه لا ده انا هبيعه ب 80 جنيه. ايه يا عم ده الضعف؟ ليه كده؟ ليه في استغلال في الاسعار؟ انا جوه محل من محلات طيور الزينه وصاحب المحل موجود ورا هنا كان سامعني دلوقتي وانا كنت بتكلم. ليه فرق السعر الكبير ده؟ ليه الدبل؟ ليه ما يعني مثلا ليه ما بعلكش مثلا العصافير انت بتبيعها ب 80؟ خلاص يا عم خدها مني ب 70 وبيعها انت ب 80. ما انت بتبيع زوج وزوج وزوج، ايه الفكره من ان انت تنزل لي السعر جامد كده؟ او اجي مثلا اجيب لك قص بالزغاليل بتاعته واقول لك خد قص بزغاليله، تقول لي لا معلش الزغاليل مش هحسبها، او لا معلش ده انا الطيور بتاعتك ديت القفص انا مش عاوزه، او العش اللي انت مديهوني مش هيلزمني، فلا خده بقى بيعه، او انا مش هاخده منك بفلوس انا هاخده منك ببلاش. ليه كده؟ الناس دي بتستغلنا ليه؟ بتضحك علينا في المحلات. ده هيكون لقاءنا النهارده، او ده الموضوع اللي هنعمله النهارده عشان نوضح حاجات مهمه. يلا بينا نلف الكاميرا ونبدا نكلم استاذ حسام صاحب محل الطاووس. يلا بينا. على سبيل المثال جيت النهارده لعم حسام المحل بتاعه، بقول له عم حسام انا عاوز ابيع زوج العصافير دوت بالقفص بالعش بتاعهم بكل حاجه. قال لي اول حاجه انا مش هينفع اخد منك القفص بالعش، ولكن انا هاخد منك بس الزغاليل. طيب ليه يا عم حسام؟ ليه بتعمل كده معانا؟ قال لي دي حاجه تانية هنتكلم عنها، بس خلينا الاول نعرف دلوقتي بتستلم بكام الزغاليل وبيعها بيكون عامل ازاي. جيت برضه في محل الباشمهندس عمرو بساله ليه الطيور التسليم بتاعها بيكون غير سعر البيع، وليه بلاقي فرق كبير قوي ما بين البيع والشراء. وجينا النهارده لمحل صديق حسين. بتستلم النهارده بكام يا عم حسين؟ الاول السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيك يا استاذ نادر، عامل ايه وازاي صحتك؟ ربنا يطمنا عليك. والله هي الزغاليل دلوقتي ممكن استلم 40 50. طيب ده الاستلام من 40 ل 50 جنيه. طب بتبيع بكام؟ برضو المتوسط ممكن 60 70 الجوز. طب كلام جميل، هنخلي ديت نقطه في بالنا. طب انت ليه ما رضيتش تاخد مني القفص والعش؟ والله هو حاليا من بعد ثقافه انفلونزا الطيور اللي عدت دي والناس كتير ما بقتش تاخد قفص مستعمله، كله بيبقى باصص للحاجه الجديده للامان، فلو خدت القفص المستعمل هيتركن عندي لحد ما الدنيا ما مش هيتباع مش هيطلع يعني. ما حدش اصلا يحب يشتري حاجه مستعمله، فهي بالنسبه لك عباره عن حاجه مهدوره انت سبتها وخلاص. بالظبط كده بالظبط كده تمام. طيب خلينا نرجع لنقطه ثانيه، هنخلي بقى العصفور كده على جنب دلوقتي. انت دلوقتي بتقول فرنج من 40 ل 50 جنيه الزوج ده الاستلام، وبتبيع ب 70، هنقول مثلا بتاخد ب 50 وبتبيع ب 70، يعني انت كده بتكسب 20 جنيه. ركزوا معايا، 20 جنيه يعني في اليوم لو باع له 10 ازواج ما شاء الله هيكسب 20 في 10 ب 200، لو باع مثلا في الشهر قول 200 كده في 30 يوم. طبعا اغلب محلات طيور الزينه ما بتقفلش، ما بيكونش عندها اجازات فبتفتح كل يوم، ففي 30 يوم يعني كده بنتكلم 6000 جنيه. طيب انت ربنا فاتحها عليك وبتكسب 6000 جنيه من العصافير بس، طيب ليه بقى بتضايقها علينا والاكل طبعا غالي والحاجات دي كلها غاليه وانت عارف كده؟ طب ليه مش يعني تاخد مننا مبلغ كبير وانت مثلا تاخد ب 60 جنيه بلاش يبقى 50؟ والله بص، هي الحسبه اللي انت حسبتها دي حسبه واحنا قاعدين في البيت هتمشي معانا زي الفل، لكن وانت واقف معايا في المحل هتلاقي الموضوع مختلف خالص. يعني هو مبدئيا الجزء اللي انت حاسبه فيه 20 جنيه، انا رقم واحد ما ببيعش 10 تجواز في اليوم. يعني ممكن النهارده تيجي تبص على الاقفاص والحاجه اللي محطوطه. امسك الخشب بس الاول. لا والله ما بقاش بحسدك. لا يا حبيبي، لا 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 خالص لا خالص. هو ممكن تبقى انت تيجي في يوم تبص على الحاجه اللي موجوده، تيجي تاني يوم تالت يوم ممكن تلاقيها نقصت قفص او نقصت قفصين، يعني بقت جزء او اتنين بالكتير. ده رقم واحد. رقم اتنين، العصافير نفسها ممكن يبقى فيها هالك، يعني انا لو خدت منك الجزء ب 50 وجيت ابيعه ب 70 يبقى انا كسبان 20 زي ما انت بتقول. لو الجزء قعد عندي يوم اتنين فجاه طبعا دي روح، والروح مش مضمونه، مات الجزء مثلا، ال 50 دول في كام جزء لما اجي ابيع عشان يعوضهم لي من غير مكسب اصلا؟ يعني هبيع 3 4 تجواز عشان يجيبوا ثمن اللي انا اشتريته، فاصبح انا مفيش مكسب عندي. فال 20 جنيه ديت الفرق بيكون بتاع النافق ما بين الطيور اللي بتموت او اللي بتبقى مريضه او كده. طبعا عصفور مريض، عصفور مات، عصفور طار، فتحت قفص عصفور طار، اي حاجه من الحاجات دي انا معرض ليها.
فطبعا ال 20 دي ما بتعوضنيش اصلا عن الكلام ده. عشان تعوضني لازم كل يوم زي ما انت بتقول ابيع 5-6 جواز على الاقل عشان لما يحصل حاجه زي كده يعوض. طب معلش برضه، ما انت عندك حاجات تانية ممكن تعوض المكسب بتاعك. معلش بقى يا جماعه احنا طلبه بنتكلم، يبقى بنتكلم بقى في كل حاجه. طب ما انت عندك منتجات تانية هي برضه بتكسبك وبيكون فيها مش ربح كويس قوي بجانب الطيور، فانت بتكسب من ده وبتكسب من ده. انا مش بحسد عشان بس ايه، عشان انا بحسدك. لا والله لا. طيب هو مبدئيا لو خدنا منتج من المنتجات دي مثلا اتكلمنا عليها، وليكن مثلا ازازه الدواء بتاعه العصافير زي كده، الازازه دي انا جبتها وانت شايف الركود اللي احنا فيه بقالنا فتره كبيره على الوضع دوت، بتتركن عندي تقعد مده، اجي ابص على الصلاحيه بتاعتها، لا الصلاحيه انتهت، لا ازازه صلاحيتها انتهت، ازازتين صلاحيتهم انتهوا. فطبعا دول بيبقوا خسائر عليا لاني برميهم، مش معقوله تبقى صلاحيه منتهيه وهبيعها. طب ايه اللي يعوض ده؟ ده مثل بس ادويه، برضو الاكل كل حاجه ليها صلاحيه، وقت ما تقعد معايا شويه تبوظ برميها، فكل ده بيبقى خسائر عليا، اعوض ده كله منين؟ دي نقطه. النقطه الثانيه بقى اللي ما حدش واخد باله منها، طبعا الايجار بتاع المحل، الكهرباء، الميه، العماله اللي موجوده عندي، 3 عمال شغالين معايا، اديهم مرتباتهم منين؟ الميه والكهرباء، الايجار دلوقتي اقل ايجار 1500 بندفعه دلوقتي، ومش عارفين لسه الدنيا رايحه فين، كل واحد عايز يعلي، عايز، فكل ده اجيبه منين؟ قصدك ان في تكاليف تانية بتكون موجوده عليك احنا ما نعرفش عنها حاجه، فاحنا اللي بيكون ظهر لنا بس ايه اللي هو مكسب الطير، اللي هو اللي بيكون واجع كل واحد ان هو ايه شايف ان انا مثلا ايه، لا ده هو كسب من ورايا 20 جنيه او 30 جنيه، لكن بيكون في سلسله تانية وراه. بالظبط كده. حبيبي كتر الف خيرك وبشكرك على الوقت الجميل اللي قضيناه معاك. تحت امرك. في وقت مكملين مع بعض، وناخد برضو راي بقيه المحلات ونشوف الناس بتفكر ازاي، وهل الموضوع مربح ليهم ولا بيخسرهم. ازيك يا هندسه، عامل ايه؟ ازي حضرتك، ازي حضرتك يا استاذ نادر، شرفنا ودايما منورنا ومشرفنا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم. ليه في فرق كبير بين البيع والشراء؟ خليني اقول لك الاول حاجه، البادجي مثلا على سبيل المثال بتستلم بكام الزغاليل دلوقتي؟ بصوا احنا عندنا ميزه هنا جميله جدا، احنا بنتعامل مع الناس اكنه في السوق، اكنه في السيده عائشه. انت النهارده لو حضرتك رحت السوق وركبت الميكروباص بتاعك ورحت السيده عائشه عشان تبيع جوز الاسترالي، هتبيعهم بكام؟ بيعهم في رينج مثلا النهارده من 40 ل 50 جنيه، احنا هنا بنوفر لك الاوفر ده برضو، ان احنا برضو بنستلم بنفس السعر. والاجمل من الاجمل من كده ان انا بوفر لك كمان حق الميكروباص اللي انت هتركبه والوقفه في الشمس. لا انا بتكلم على البيع، انت بتبيع بكام؟ يعني لا انت خدته خدته 50 جنيه مثلا. تمام، بنبيع مثلا ب 70 80. تمام، بتبيع ب 70 او ب 80، يعني في فرق 30 جنيه او 20 جنيه مثلا. كويس. طيب ليه مثلا ما ترفعش السعر شويه معانا وتخليه لنا بدل يبقى 50 يبقى 60 جنيه، على سبيل يكون في حاجه تعوض الاكل والمصاريف اللي انا بصرفها على الطير بتاعي. تمام، انت حضرتك دلوقتي باصص مثلا لل 10 جنيه الفرق. الفرق دي مكسب ليا كنت هاخدها انا. تمام، ما هو انت برضو ال 10 جنيه دي برضو انت لو جينا نحسبها مثلا على مدار الشهر، انت هتلاقي ان احنا مثلا بنطلع ايجارات بمبالغ مش قليله. يعني معلش ايجارك هنا كام؟ يعني انا اجاري هنا تقريبا داخل في 6000 جنيه غير الميه والنور غير العماله غير اكل الطير ونظافته غير الادويه اللي بتتصرف عليه وعلاجه. واحنا برضو النهارده برضو احنا مش بناخد الطير بنبيعه في نفس الوقت، احنا بناكله وبنشربه وبنرعيه وبننظف له، وفي ناس مسؤوله مخصوصه للكلام ده. فكل دي لازم تخش في الحسبه بتاعه المصروفات اللي المفروض الطير يحققها، ده غير هامش الربح اللي احنا اصلا كلنا فاكرين. في معاك عماله هنا؟ اكيد طبعا، في 2 شغالين معانا هنا، شيفتين، شيفت صباحي وشيفت مسائي. وغير كده ان احنا لازم اي حد فاتح مشروع وعايز يوفر او عايز يحقق هامش من الربح، مش هقول لك هامش كبير بس هامش يخلينا نستمر في المجال. تمام جميل، قصدك ان في بيكون حاجات تانية، في مصاريف تانية بتكون موجوده، اللي بيبيع الطيور مش بيكون على درايه بيها، هو بيكون باصص للمكسب اللي جاي للمحل وبس، مش باصص للمصاريف الثانيه المداريه. تمام، شاكرين ليك واسف لو طولنا عليك. حبيبي انت شرفتني ونورتني ودايما منورنا ومشرفنا، ويا رب دايما كده في تميز وفي تالق دايما يا مستر نادر. شكرا. شكرا ليك. ازيكم عاملين ايه؟ الجزء بنستلمه ب 40 جنيه الصغير، والكبير 50-60 ما بين الشباب والكبير. طيب والصغير اللي هو ب 40 ده بيتباع بكام؟ بيطلع ب 70. طب ما جميل، انت كده بتكسب، ده اكتر واحد بيكسب كده معانا 30 جنيه في الاصل الواحد. عالمي صح؟ انت كده العالمي اللي فيهم. ده الظاهر، لكن هو الناس لو بصت لنسبه المصروف كعلاج كاكل كنسبه نفق بتطلع عندنا، النهارده باخد منك العصفور النهارده ما ببيعوش النهارده خالص، ببيعه بيقعد عندي ممكن اسبوع، بيقعد 2 بيصرف اكل،
ممكن لا قدر انه يعيا يصرف علاج. الكلام ده كله انت ما بتبصلوش فيما بعد، انت مفكر ان انا باخد العصفور منك دلوقتي انا ببيعه دلوقتي، لا ده محل انا مش باخد استلم عشان هصدر. محل العصفور بيقعد فيه يوم واثنين وثلاثه، ممكن يقعد بالشهور، ممكن بيبقى بيقعد من مرحله ان هو زغلول ان هو يكبر يبقى شغال بيصرف اكل وشرب وعلاج. بره عندنا عماله، بره عن العماله في مرافق كهرباء ميه، الحاجات دي دلوقتي زادت علينا. وفي ايام فتره كورونا احنا كنا بنقفل الساعه 5 كانوا الايام اللي فاتت ديت اللي هي الكام شهر اللي فاتوا دول. احنا كنا بنقفل الساعه 5. العصفور ما بيحبش القفل عليه ان هو الكتمه، لو واحد بس عيه الاغلبيه بيعيا. اغلبيه المحلات وقعت في القصص دي كتير، ان هو بيقفل في نص يومه وبيكتم على الطير. لو عنده قطط، لو عنده الكلام ده ريحه حمام القطط غلط على الطير، الكلام ده كله بيضر الايه الطير. فناس كتير اتضرت من ضمنهم، يعني احنا بنقول الحمد لله مش وتنظيف القطط كمان اللي هي الرمله اللي بتحطها، فديت مصاريف بقت كوست عليك وانت كمان قافل المحل ما بتبيعش بالظبط. فالناس مش باصه، الناس مش باصه ان في مواقف زي كده. انا عامل سجل تجاري وبتاع ضريبيه، فكل سنه ولازم انا اعمل اقرار ايه الضريبي، والاقرار الضريبي ده اللي بدفع عليه فلوس. هل هو الزبون فاهم ده ان انا شغال في حاجه ثانيه غير العصافير؟ لا، طيور زينه واللي هي القطط وكده. طب المستلزمات كنت شايف عندك هنا مستلزمات كتيره كنت جايبها كده بس فاضي الرف فاضي، ما فيش الامكانيه الواحد يجيب تاني بصراحه. يعني الطير مش بيعوض الفرق دوت؟ لا، لو بصينا لنسبه الطير اللي بيقع اصلا في الايام تغيير الفصول ديت، الناس مش يعني هو اللي مربي في بيته غير اللي احنا عندنا غصب عننا في الشارع، احنا عارضين طيرنا في الشارع مش هيحس بوجعنا احنا. قصدك انه ممكن بيكون عرضه للامراض اكتر وبيقع منك اكتر في نافق يعني كميات كبيره، فبالتالي مفيش المكسب اللي هو لا احنا بنقول نخلي المجال يمشي، ان احنا بنحب التربيه وبنحب الطير فعاوزين المجال بتاعنا يمشي، نفسنا ان احنا نبقى شغالين مش عايزين نقعد. لكن الفكره اللي عند الزبون غلط، الفكره اللي عند الزبون بتاعت وقتها، انا لو هاخد العصفور دلوقتي منك هروح ابيعه دلوقتي. يعني ده اغلب الكلام اللي احنا كده اتحصلنا عليه. يمكن الخلاصه بتاعتنا دلوقتي من الفيديوهات اللي احنا عملناها مع كذا محل ان في تكاليف ثابته عند كل محل وهي الايجار، اللي في محلات من اول محل كان بيتكلم من اول 1500 لحد بنتكلم 6000 جنيه كايجار، زائد كمان عرفنا ان في التكاليف بتاعت الاكل اللي هم بيدفعوها والادويه، وان في ادويه بيكونوا جايبينها كحاجه مكمله تساعد معاهم بيكتشفوا بعد فتره ان الاكسباير بتاعها انتهى، فيبقى ده كده عنده فائد في الحاجه اللي بيبيعها، يعني جزء من مكسبه بيضطر ان هو يخسره. زائد كمان ان في طيور بتقع دي مقصود بها ان هي بتموت، يعني لا قدر الله بيكون ايه عصفور جاله برد بسبب النقل تغيير المكان، عصفور كان تعبان وما كانش باين عليه، لما اتغير المكان بتاعه العصفور مات، فبيكون في خسائر كتير في الارواح. فموضوع ان ال20 او ال30 جنيه اللي احنا بنبصن لهم بيكون في عواقب تانية كتيرة جدا. هو ده يعني دي الخلاصه كده اللي انا طلعت بيها من كل المحلات اللي عملنا معاها الجوله بتاعتنا النهارده. في تكاليف تانية ثابته بتكون على اصحاب المحلات، سواء باع او ما باعش كده كده لازم يدفع الفلوس دي. فممكن يكون في شهر تكون كسبت فيه كويس قوي وتيجي شهر بعديه تلاقي الدنيا مفيش خالص، يكون مريح، فتلاقي ايه العمليه متزنه. بس ده كده كان موضوع النهارده اللي اتكلمنا عنه، عن المكاسب او ليه اصحاب المحلات بيستغلونا وبياخدوا فلوس كتير واحنا بناخد مبالغ صغيره. كده الخلاصه، عرفنا ان الناس دي كده يعني دوبك هي ايه كانها موظفه بتجيب الراتب بتاعها، ممكن يكون انت شايف ان في دخل بيجي لهم ثابت ولكن هو مش ثابت، انت ممكن يكون قعدت مع صاحب محل في جاله زبونين ثلاثه فانت في دماغك ان كده خلاص حقق مبيع مكاسب كبيره. لا، المكاسب الكبيره مش زي ما احنا متخيلين، لان في وراء تل من المصاريف. كان موضوع كده جميل حابين نتكلم عنه النهارده عشان نفك اللبس اللي موجود ما بين التاجر وبين البائع. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك على الفيديو والشير، ولو عندكم اي سؤال عاوزين نساله ثاني لاصحاب المحلات اكتبوا لي في التعليقات نسال عن ايه. هل في طيور معينه مثلا يحبوا ان هم يشتروها؟ ممكن دي تبقى الحلقه الجايه ان شاء الله. لو انتوا عاوزين قولوا لنا في التعليقات. سيبكم على خير، نتقابل الفيديو الجاي في رعايه الله.